عندك محامية. شكرا. طبيعي كان لنا تجربة اللي هي تجربة أولى، قبل كنا نحاول نعطي كل هاي المساعدات عن طريق إنه مرشد أو مرشدة يساعدوا الطالب في خلال وجوده في البيت أو في ظروف معينة بريد البيت. بالنسبة لنا كجهاز تربية وتعليم وكجهاز رفاه اجتماعي بنشوف إنه ما في إطار واحد بيقدر ينطي كل الاحتياجات وكل المتطلبات اللي الطالب بحاجة لها من خلال وجوده في المدرسة. أنا من آمن إنه واحد بكمل الثاني، جهاز بكمل الثاني، في اشياء نحن بنقدر عليها المدرسه بتقدرش، في اشياء المدرسه بتقدر احنا ما بنقدر عليها. ولكن كل قضيه التحول بالنسبه لنا انه اليوم الطالب موجود في الاطار اللي هو بيتعلم فيه، هو ما هو بيطلع على محل غريب عنه وباخذ كل شيء بحاجه له من خلال وجوده في المدرسه. طبيعي احنا حاولنا ننطي كمان الاشياء اللي هي ارشاديه او اشياء او فعاليات لتدعم الطالب بشكل شخصي او بشكل تعليمي في قسم الحالات. وعلى هيك كمان في حالات اللي احنا كمان توجهنا لدعم اللي هو دعم الاسره، مش بس من خلال وجود الطالب في المدرسه هون، انا من خلال المجتمع ومن خلال الشغل تبعنا مع قسم العائلات اللي هي شغل بريد اطار المدرسه. طبيعي الهدف تبعنا كلنا انه هاي الجهود ترجع وتثمر وتنطي الطالب انه يتقدم في نواحي عده، اول شيء النواحي الشخصيه اللي حكينا عنها. نتأمل انه اذا في اي دعم او اي تطور او اي تقدم من الناحيه هاي كمان انه هاي الاشياء تاثر على تحصيله على انه يكمل دراسته بشكل لائق وكمان يحصل على علامات احسن ما كيف يحصل عليها قبل. احنا بنتامل اخو فضاد انه كمان السنه الجايه نقدر يعني نحصل على ميزانيه نطور هذا البرنامج اكثر من هيك، وكمان مش بس انه ننتهي كمان زياده عن الخدمه الموجوده كمان خدمات ثانيه، بنتامل انه كمان نقدر نفوت على مدارس غير مدرسه جيم، اللي نقدر اخرى مدرسه او مدرستين. ممكن تطلع هون؟ على ايدي انا هون. واحد اثنين ثلاثه. الكل يطلع على تمي انا هون. في وشي؟ لا. تمي في وشي؟ لا. واحد اثنين زقفة زقفة. حرك على اليمين وحرك على الشمال، حرك لورا